تحياتي اخواتي، سعد مساكم جميعا، ان شاء الله تكون الاضاءه كويسه بالنسبه لكم. معكم المهندس فراس من بريمن. اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم عن المساعدات اللي قدمتها الدوله الالمانيه لموظفينا ولشعبها وللشركات او المحلات اللي هي فاتحه فيها. طبعا هون اخواتي بالمانيا اي شيء معلومات حابب تعرف عنها فينك تبحث عنها عن طريق الانترنت وراح تلاقي كل شيء، وراح تلاقي مين يساعدك بالموضوع اللي انت عم تدور فيه او عم تبحث فيه بكل المجالات اللي ممكن تسأل عنها. طبعا هون عملوا شيء اسمه بدل عمل لوقت قصير، كاتبين هون اخواتي اذا اصبحت ازمة الكورونا اختبارا للضغط لشركتك، انه عم تضغط على شركتك، فنحن هناك من اجلك، يعني انه احنا هون من اجلك بوقت قصير. يمكن لموظفيك الآن الحصول على هذه الميزة بسهولة من زي قبل، يعني أكثر من قبل. عملوا خاص، يعني تصوروا أخواتي، عملوا برنامج خاص. هلأ إن شاء الله راح نعرضكم، ممكن أقدر أعرضكم صورة عنه. ستحتفظ شركتك بعمال قيمين، لكننا لسنا فقط من أجلك الحصول على مساعدة مالية. خدمة صاحب العمل الخاصة بك هي أيضا إلى جانبك بنصيحة شاملة. اتصل بنا معا سوف نتحكم في الأزمة. يعني هذا اخواتي اللي عاملينه هون الدولة الالمانية، عملوا لصاحب العمل وللموظف. كاتبين اخواتي شو هو بدل الوقت القصير، يعني مشان ما انت تقعد ببيتك على الاخر. طبعا في ناس قعدت ببيتها على الاخر وفي ناس عم تشتغل بوقت قصير. كاتبين قبل ازمة كورونا كانت شركتك مشغولة تماما، الان لا توجد طلبات او توصيلات او عملاء ببساطة. النتيجة الموظفون عندك عاطلين عن العمل. حتى لا تضطر إلى فصل موظفيك، لأنه أنت إذا وقفت لمدة شهرين ما رح تقدر تدفع لموظفينك ورح كلهم يفصلوا من عمل ورح تخرب الدنيا يعني. يا أما رح يصابوا إذا ضلوا عم يشتغلوا، رح يصابوا بكورونا ويقعدوا بعضهم وتصير مشكلة لسه أكبر وأكبر. كاتبين هوني خيار العمل لوقت قصير وسعته في عقاب أزمة كورونا مبدئيا حتى 31 ديسمبر 2020. اذا كانت شركتك تعمل لوقت قصير، يعني اذا كنت انت عم تشتغل او ما كنت عم تشتغل، راح تقبض راتب من 60 إلى 67% من صافي اجورهم. يعني مثلا اذا الشخص عم يقبض مثلا 1000 يورو صافي، راح يطلع له 600 يورو او 670 يورو من راتب الصافي اللي هو كان 1000، راح يطلع له 600 إلى 670 يورو، ما بعرف عشو على هو اي شيء بيقدروه. ستقوم وكالة التوظيف بتعويض تكاليف الاجر الشهري لاعفاء شركتك من الناحية المالية. يمكن ان يعوض ذلك عن فقدان مؤقت للعمل لمدة تصل الى 12 شهر. يعني مستعدين من اول بداية الازمة لمدة 12 شهر راح يعوضوا الاشخاص بقيمة من 60 إلى 67% من الراتب الصافي اللي عنده. وكاتبين تحت اخواتي يمكن العثور على المزيد من المعلومات بما في ذلك مقدار مزايا العمل لوقت قصير على صفحة الاسئلة الشائعة. يعني في اسئلة كتير عالم سألتها موجودة، وموجودة الاجوبة تبعيتها. راح احط لكم ان شاء الله الرابط تبع الصفحة اللي عم بقرا منها بالله على الفيديو. اذا انت موظف كاتبين لك هون كمان اكتشف كل ما تحتاج معرفته حول الاداء على الصفحة. يعني اي شيء بدك تعرفه عن هذا الشيء فينك تضغط هون وتعرف. لنفرض انك ما فهمت حتى كمان في حاطي لك رقم الاتصال بحيث انك تستفسر وتسأل عن كل شيء انت بدك اياه بالنسبة لهذا العمل القصير. يعني اي حدا اخواتي متضرر، عنده محل، عنده سيارة، عنده شركة، عم يشتغل، هالامور هي بيقدر يفوت لهون اخواتي ويقدم انه انا موضعي هيك 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 هيك، كيف تقدروا تساعدوني وكيف تقدروا توصلوا لي المساعدة لألي بأول خسارة اللي أنا خسرتها. طبعا ما راح يقدروا يعوضوا كل الناس، راح يقدروا يعوضوا يمكن بشروط معينة. كاتبين لكن هناك شروط معينة لمزايا العمل لوقت قصير. كاتبين نعم يتطلب بدل العمل لوقت قصير أن تلبي شركتكم تطلبات معينة. على سبيل المثال أحدها هو قام موظفوك بتخفيض ساعات العمل الإضافية والاعتمادات الإيجابية. حتى الآن كان المتطلبات الأساسية أيضا أن تتعرض نسبة معينة موظفيك لخسائر كبيرة من الأرباح. يعني إذا كنت أنت مع شركتك يعني ما عم يداوموا، أو إذا كانوا عم يداوموا بوقت قليل،
راح يعوضوك. اما اللي عم يداوم كامل وعم تربح انت مراهم مثل مثلا شركه الدي اتش ال ما عطلوا مثلا، عم يداوم مداوم كامل وعم ياخذوا كل مصرياتهم. طبعا هو علمي لانه في انا بشتغل بشركه الدي اتش ال. شركه مرسيدس مثلا عطلوا كثير من موظفينا وصاروا يطلبوا، واحيانا يجوا واحيانا يقولون لا تجوا كذا وهالامور هي، والشركات الثانيه كمان نفس الكلام. هذا المطلب اصلا مؤقتا لتحقيقه بحلول نهايه العام يكفي ان يكون اكثر من 10% من موظفيك لديهم خساره مقابلة في الأرباح. يخبرك مقطع الفيديو بدل الوقت قصير جزء، حاطي لك فيديو أخواتي كامل كيف بيشرح لك الوضع كامل عن هي القصة كلها. اللي بيحب يستفسر هالأمور هي حتى أكثر من فيديو. ما هي أهم الخطوات في الطريق للحصول على مزايا العمل لوقت قصير؟ كمان حاطي لك بس ما طول عليكم بالفيديو أخواتي، وحاطي لك تحت تطبيق فينك تنزله عندك وتحط الرقم وتشترك بهي الميزة بحيث أنه ما تتعطل وهن بيقدروا يفهموك بكل شيء. وكاتبي لك تحت أوقات العمل والأرقام المجانية فينك تدق عليها وتستفسر عنها. بتمنى أكون فدتكم بالفيديو. تحياتي لكم، أخوكم أبو نزار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.